مرحبا بكم السادة المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج سلام الكويت، واليوم نلتقي وياكم بموضوع أكاديمي وموضوع اجتماعي جديد. تعودنا دائما في برنامج سلام الكويت أن يكون عندنا مجموعة من المواضيع الاجتماعية، هذه المواضيع الاجتماعية تأتي من الشارع الكويتي، وعندما نتحدث عن أبرز مشاكلنا الاجتماعية فهي تصب في الجانب الاجتماعي. على سبيل المثال، إما أن يكون جانب تربوي أو جانب أسري، وكذلك أحيانا تكون في بعض الأمور الخاصة في جانب التواصل، مواقع التواصل الاجتماعية وكيف تغيرت الحياة بعد مواقع التواصل الاجتماعية. اليوم يعني اللي بسولف عنه موضوع مهم جدا، وهي حياتنا بعد مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف أصبح التواصل فيما بيننا. هل التواصل على ما يرام؟ لما أسأل يعني شخص هل تتواصل مع أسرتك بشكل إيجابي؟ أكيد راح يقول لي إيه، ولكن لما تدخل إلى البيت وتقعد في يعني مكان الاجتماع اللي عندكم خاص بالصالة أو بغرفة الاجتماع، هل تسولف معهم، تقدرون تسولفون مع بعض بسوالف اجتماعية ويكون الحديث هو حديث اجتماعي حميم ويكون في تواصل أسري بمعنى الكلمة، ولا ندش الصالة أحب راس أمي راس أبوي أقعد وأمسك التليفون وأسولف في عالمي الخاص وأكون اجتماعياً بالشكل الظاهري معهم، ولكن بالجانب الاجتماعي الحقيقي أنا بعالم آخر بعيد عنهم. هذا اللي بعرف اليوم يعني إمكانية أن نحقق جزء من هذا الجانب الاجتماعي في حياتنا ونطوره، لأن الحياة الاجتماعية في الآونة الأخيرة يعني من وجهة نظري أصبحت ليست على ما يرام، لأن المغريات أصبحت كثيرة. أرحب بضيفتنا اليوم، حرصت على التواصل التواجد معنا ببرنامج سلام الكويت، الأستاذة وفاء جاود شطي، مدرب متخصص في فن وإتيكيت التواصل والبروتوكول الدولي. حياك الله معنا، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، ومسي عليك وعلى المشاهدين بالسرور والخير إن شاء الله. تمام، أنا طرحت استفسار في البداية. أي نعم. قبل أن ندخل بالمحاور اللي عندنا، بس عشان نطمن السادة المشاهدين، هل التواصل في الآونة الأخيرة على ما يرام ولا لا؟ التواصل ما هو بالصورة المطلوبة وما هو بالصورة الحقيقية اللي الفرد يتمناها؟ والله شوف، يعني أنت الحلو أن أنت وايد خصيتها أن على ما يرام ولا لا. هو مو على ما يرام، ليس على ما يرام، ليس على ما يرام. يعني شوف، التواصل مطلوب وأساس استمرار الحياة البشرية التواصل، بس الحين يمكن مثل ما تفضلت في البداية، علشان وسائل التواصل الاجتماعي صارت والأجهزة الذكية، فما عاد تركيزنا في التواصل على الكلام والمفردات كثر ما صار على التواصل بأصابعنا. نعم. الحين احنا صرنا نتواصل بالأصابع. صحيح. ففي يعني ما أقدر أقول خلل، هذا الحين لغة العصر، بس مو اللي مطلوب. ما أقدر أقول أن هذا التواصل الفعلي اللي يخليني أتعايش مع المجتمع بشكل سليم، ويمكن هذا الحين اللي إحنا قاعد نلتمسه في الآونة الأخيرة، ونشوف أن في سوء تواصل ما بين الناس لأن فقدنا مهارة الكلام. تمام، بس موجودين على جروب الواتساب، يعني العائلة دائما يسولفون ويمك هو قاعد تشوف على الواتساب يسولف وياك. تمام. طيب، الخلافات اللي تصير يعني بين العوائل بالفترة الأخيرة، البعض يعني يقول بأنها ازدادت. اي نعم. هل بسبب سوء التواصل الاجتماعي وسوء إيصال الكلمة الطيبة للطرف الآخر؟ أكيد أكيد. أنت عندك لما يصير في مشكلة ولما يصير في سوء فهم، ليش احنا نقول سوء فهم؟ لأن الكلمة ما انقالت عدل، لأن لغة الجسد ما استخدمت صح، نبرة الصوت ما استخدمت صح. فعشان كذي يعني شفت لما واحد يقول لك ايش فيك، غير لما واحد يقول لك ايش فيك، عدل في فرق. شوف، الكلمة واحدة بس لغة الجسد وحدة الصوت هي اللي تفرق. وأيضا الكلمات، يعني سهل أن أنا أتكلم، بس صعب أني أنا أنتقي المفردة المناسبة والكلمة المناسبة حق الموقف اللي أنا فيه. يعني يمكن أنا ذكرتها في لقاء سابق أيضا كان في سلام يا كويت وفي لقاءات أخرى وحتى في دوراتي، دائما أذكرها، أقول إحنا المشكلة الأساسية عندنا إن إحنا ما نشغل الفلاتر الأذنين، هذولا فلترين موجودين. يعني الحين المشاهدين وياي، سؤال للكل، منو قاعد يسمع نفسه وهو يتكلم؟ ما في، قليل. ليش؟ لأن الأغلبية تشوفه يتكلم 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 يتكلم، بعدين يقول لك أنت فهمتني غلط، أنا ما كان قصدي، أنت ليش من الأساس ما شغلت الفلتر اللي عندك وسمعت نفسك إيش قاعد تقول؟ راح تشوف أن الصوت يبتدي ينزل، الكلمات قبل لا تنقال راح تتفلتر، وتصير لغة التواصل جدا سلسة وسهلة. شنو تقييمك للتواصل بين الشباب، خصوصا يعني الآونة الأخيرة المجتمع شهد بعض الجرائم على مستوى فئة الشباب، وهذه الجرائم يعني كانت حديث المجتمع ولا يخفى على أحد، يعني أبرز هذه الجرائم اللي صارت،
لكن شلون تشوفين يعني التواصل فيما بين الشباب الحركي اللفظي، كذلك في مفهوم الإشارات، الصوت، حدة الصوت، هل هو جيد ولا محتاجين شباب إعادة ضبط بعض المفاهيم والمعايير حتى تكون الأمور أفضل والمشاكل اللي نشوفها بالمجمعات تقل؟ والله شوف، حاليا أسلوب التواصل ما بين الشباب، ترى أنا أقول الفئتين الذكور والإناث، جدا حاد 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 جدا حاد. هل بسبب يعني طبيعة تطور التكنولوجيا اللي حصل ولا لا في مفاهيم مغلوطة عندهم؟ والله شوف، التكنولوجيا اللي حاصلة لها سبب، وهي مؤثر، هو عامل مؤثر جدا. السرعة اللي احنا عايشين فيها، ايضا قلة الحديث والحوار ما بين افراد الاسرة تمام هم يلعب دور. يعني شوف، احنا اول يعني كنا لما نتكلم واهلنا يتكلمون ويانا، لما كنا يمكن حتى واحنا اطفال نتكلم ما بيننا وما بين بعض، تشوف الاهل ويانا، انت اللي قلت كذي ترى عيب، انت قلتي كذي ترى غلط، فكان في رقيب، في ناس تسوي لنا فلتر ايضا على كلامنا. الحين مثل ما انت تفضلت من البدايه، الام والابو قاعدين، العيال وياهم، بس كل من لاهي بتليفونه. انا ما ادري بنتي او ولدي شنو الحوار اللي قاعد يدور ما بينه وما بين زملائه او ما بينها وما بين صديقاتها. شلون اضبط العمليه هذه؟ يعني عمليه الحوار اللي قاعد يصير بين ولدي والطرف الاخر سوشيالي على التليفونات، انا شلون اضبطها حتى اتطمن، واتطمن ايضا عن الجانب الاجتماعي انه هو لن يؤثر على مستواه الاجتماعي بيني وبين الاسره في النهايه. اكثف الحوار ما بيني وما بين ابنائي، وايضا اكثف السمع. يعني لما يبتدون يتكلمون الاخوان ما بينهم وما بين بعض، شفت احنا شلون بالكويت نقول قط اذنك؟ انا كولي امر اقط اذني على عيالي، اقط على عيالي إيه؟ اسمع شو يقولون. انا مو القصد ان انا اتجسس عليهم، انا ابي اراقب ساعات تنقال مفردات ما تلوق لنا. يعني انت الحين مع السوشيال ميديا، العالم اول نقول قريه صغيره، الحين اقول لك ثريج صار كلنا الحين مع بعض، تشوف كثير من الثقافات من الدول الاخرى مفردات دخلت علينا. يعني يمكن عيالنا يقولونها ترى وما يدرون اذا هذه تناسبنا او لا. في كلمات لو ترجع حق اللهجه الكويتيه يقول لك هذه غلط، المفروض ما تنقال، ما تناسبنا، ما تناسب مجتمعنا، او ما تناسب الوقت اللي انا فيه. فانا هذا القصد، ان انا لما اركز مع عيالي عشان اعرف الكلمات والمفردات اللي قاعد تستخدم صح، التون مالهم صح. يعني انا مثلا عندي واحد من عيالي لما يتكلم دائما بصوت عالي، اقول له ماما ليش تصرخ؟ قولي انا ما صرخ، انا قاعد اسولف. يعني. اي هو ينصدم، ماما انا ما صرخ، انا قاعد اسولف. قلت له لا انت قاعد تصرخ، عورت اذني، وانت لما تصرخ انا ما افهمك. ليش ماما ما تفهميني؟ لان انت قاعد تصرخ وتتكلم بسرعه، مع ان انا فاهمتها، بس انا ابي ابين لان الصوت العالي ياثر على مخارج الحروف عندك، عمليه ضبط، ياثر عمليه ضبط. هذا المقصود، ان انا لما اركز كولي امر على الحوار اللي قاعد يدور ما بين عيالي ما بينهم وما بين بعض، القصد ان انا ابي اضبط عندهم. هذه الحين للاسف ما اقول نفتقدها، اقول نفتقرها، صارت فقيره حاليا في مجتمعنا. ايش كثر اثرت المسلسلات اللي يشوفونها والدراما وبعض الالفاظ الغير جيده واللي المفروض لا تطرح على الاعلام كثير، ولكن هم كل واحد ماسك الجهاز الذكي قدامه ويطالع بهالمسلسلات، ويتم حفظ بعض المفردات السيئه. يعني مثلا هذه الطفله اللي تمسك الايباد تشوف مسلسل، واحده قاعده تهاوش مع امها، فتبدي هذه الكلمات تزرع في ذهنها، فيصير ايضا هناك سوء تواصل بين الطفله وبين الام. ايش قدر ياثر وشلون ايضا احكم هذه المساله؟ الاعلام اثر بشكل كبير، بالسلب ولا بالايجاب؟ لا بالسلب، كثير كثير يعني اثر. ليش؟ شوف احنا في قبل فترة الثمانينات، وما ليه قبل فترة بعد الغزو بسنتين ثلاث، كانت عندنا المسلسلات وبالذات اللي كانت بعد الإفطار إذا يعني تذكر، كانت أكثرها تربوية هادفة طبعا، حتى كانت تاريخية جيدة، تاريخية جيدة، وكانوا يحاسبون على مخارج الألفاظ وعلى الكلمات اللي والمفردات حساب شديد. تمام. الحين ما عادت، الحين يقول لك احنا نبي نتكلم بعفوية. مو كل الأسر عندهم مفردات سيئة، مو كل الأسر عندهم أسلوب حاد في التعامل. تمام. أنا في الإعلام الدور الأساسي لي كإعلام أن أنا أركز على الجانب الإيجابي وأبتدي أعلمه حق الناس اللي قاعدين يشوفوني. تمام، إذا يعني خلينا نقول في البداية أستاذة وفاء، هذا تشخيص للمشكلة، احنا الحين شخصنا المشكله. أينا. ان احنا على يعني التواصل الاجتماعي ليس على ما يرام، وذكرنا بعض الاسباب وشلون ممكن نتحكم فيها. شنو المقصود بإتيكيت التواصل؟ بعد هذه المشكلة اللي موجودة جاء حل واسمه إتيكيت التواصل. ما هو إتيكيت التواصل وشو ممكن يحل المشكلة اللي صار لنا تقريبا ربع ساعة قاعد نحاول نشرحها؟
شوف اتيكيت التواصل هو الاتيكيت شنو؟ تصرف الراقي. اوكي. وانا لما اقول اتيكيت التواصل ان انا ابي اتكلم برقي. حلو. مو تكلف، في ناس يقولوا لي تكلف، اقول لهم مو تكلف، برقي، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حلو. وايضا وانك لعلى خلق عظيم، انا عندي مدرسه للاتيكيت، عندي ايضا للقران الكريم المفردات جميله، يعني شوف الحين الاعلاميين يقول لك اذا تبي تكون اعلامي تتكلم صح اقرا قران وايد. صحيح. صحيح؟ ليش؟ لان انت عندك مفردات جميله وثريه، ثريه جدا. فانا شنو المطلوب مني؟ ان انا اتكلم صح بديني، في لغتي، في لهجتي ايضا الكويتيه. فانا لما قلت اتيكيت التواصل وخليته وايد سبيسيفيك، لان عارفه ان انا عندي ماده جدا غنيه. يعني لما شنو الحين احنا اثنين قاعد نتكلم، واحد يتكلم بصوت عالي والثاني بصوت اهدى وبلغه جسد هاديه، هذا يوصل معلومه مقبوله، والثاني ما راح يوصل راح يوصل نفس المعلومه بس بشكل غير مقبول. صحيح. ليش؟ لان اساء التواصل. بس لو كان انه استخدم لغه الجسد صح، الكلمات، يعني انا دائما اقول يا جماعه كلماتكم، الكلمه شوف يعني هي سهم، اذا طلع ما يرجع، اذا خرجت هي. وليش انا دائما اقول لهم، يعني حتى دائما عيالي اقول لهم ماما لا تكونون في موقف ان تبررون، مو قصدي، ما فهمتوني، ما ادري انا شنو، لا تكونون في موقف التبرير، هذا سيء، ان انا دائما انحط في هالموقف هذا. من البدايه خليني واضح، انتقي كلمات جميله. شو المشكله؟ يعني لما على سبيل المثال جاتني وحده قالت لي حلو لبسي، وانت ايش لابسه؟ لا مو حلو. عندنا كذي بالمجتمع وايد. وغير لما اقول لها والله ما زان الا عليك، هو مو عاجبني بس اقول لها ما زان الا عليك، انا جبرت بخاطرها. يعني هني بقولوا لي صراحه، قول لهم لا، بين الصراحه والوقاحه شعره. صحيح. انا هني لما انتقي كلمه جيده وكلمه جميله احافظ على العلاقه ما بيني وما بين الناس. تمام. ما يكون هناك القلوب ما تكون متروسه. اذا اتيكيت التواصل مفروض على طول معاي ولا في بعض المواقف المحدده متى استخدمها بالضبط؟ والله المفروض على طول، يعني الكلام الطيب ما له وقت. حتى انت لما تيجي تشوف الحين عيالنا ما عادوا مثل قبل، ما هم جيلنا او جيل اللي قبلنا. الحين الطفل لما انت بتتكلم وياه يوقف ويطالعك يقول لك لا، هذا اي وهذا لا، بحكم العولمه اللي احنا فيها. لما تيجي تتكلم معاه بحده المخ تلقائيا بيسوي بلوك، ما راح يتقبل منك. بس لما تتكلم معاه بهدوء راح تشوفه يتقبل منك ويسمع الكلام وتشوفه يتجاوب. فايضا انا شنو الاسلوب اللي استخدمته معاه؟ اللطف. ايضا في اي مشكله، الحين احنا على مستوى العمل خلينا نقول، ترى موضة المدير اللي صرخ راحت. الحين احنا دائما نتكلم نقول القائد، المسمى ماله مدير بس هو في الواقع قيادي. هو قائد، قيادة. والقيادة شنو؟ ان انا اعرف احتوي الناس اللي موجودين. طيب، يعني السؤال يطرح نفسه بعد هذه المقدمة على الاتيكيت، بعد ما شخصت المشكلة، اذا احنا محتاجين فعلا ان نستخدم هذا الفن لحياة افضل، لكن ليش البعض يعتقد بانه مبالغ فيه وهو بعيد عن الحياه الواقعيه، واحنا ما نحتاج ان نكون بهذا التكليف وبهذه الرسميه، واحنا اهل، خلينا نكون متواصلين بشكل عادي وخلينا نسولف عادي، ليش دائما نحط الرسميات بيننا واختيار الكلمه ودقيق باختيار كلمتك، تقعد بالصاله بينك وبين اهلك والوالده واخوانك، ليش هذه الرسميه وعدم الواقعيه في يعني التواصل مع الطرف الاخر؟ ليش عدم الواقعيه احمد؟ ايش كثر اسر صار بينهم وبين بعض مشاكل والسبه كل من قالت؟ صحيح. ايش كثر صارت قطاعه بين الاهل والسبه ان كل من قالت؟ لو كان مستخدم الاتيكيت ومستخدم الكلمه صح كان ما صارت هالقطاعه. اذا هو واقعي وافضل لكل الاطراف يعني. المشكله ان الناس صارت تخلط ما بين النفاق والاتيكيت. يقول لك انا لما اجي اتكلم واقول لك ها والله كنا شويه ساعتك يبي لها تعديل، كنا انا قاعده نافقه. لا، انت ما قاعد انك توصل معلومه بشكل صح. النفاق انك تقول شيء ما هو موجود فيه. في فرق ما بين النفاق وما بين الاتيكيت. الاتيكيت حتى مو تكلف. يعني انا مره من المرات قالوا لي الاتيكيت يعني ان انا اصرف فلوس وايد. قلت لا، انتوا ليه دخلتوا بالاسراف؟ بالعكس، الاتيكيت ان انت شلون تسيف فلوس، وفي الاتيكيت الكلام انت شلون تسيف الكلام ترى، وشلون تحافظ على العلاقه، شلون تحافظ على، انت في النهايه كلها توفير، توفير علاقات، توفير كلمات، توفير جهد، توفير اشياء كثيره. طيب استاذه وفاء، خلينا شوي اقرب الى الواقع وخلينا ناخذ مثال حي. اي نعم. ايش كثر اثر الاتيكيت في حياه استاذه وفاء بعد ما طبقتها في الحياه وبعد ما شفتي ان هذا المفهوم محتاجين ان نطبقه في حياتنا، ولما وصلتي يعني الى البعض من خلال دوراتك ايش كثر اثر في حياتهم؟ اكيد كان هناك تواصل، قالوا لك ردة فعل. خلينا ناخذ هالجانبين. و
والله شوف اذا على حياتي الشخصيه انا اقول لك اثر وايد، يمكن قبل لا نطلع على الهواء انا قلت لك صحيح. انه صار موقف، ومن الموقف هذا انا قررت ان انا اتخصص في اتيكيت التواصل. تمام زين. وبالنسبه على مستوى الدورات، والله انا اشوف انه يعني ردود الفعل اللي قاعد تجيني والكثير من المتدربين ولله الحمد للحين في علاقه قويه ما بيني وبينهم، وفي وايد يقولوا لي استاذه وايد اثرت معانا وفرقت حياتنا، يعني اللي على مستوى الحياة الزوجية أو على مستوى الحياة المهنية وايد فرق. ليش؟ لأن المفاتيح سهلة. صحيح، ما في شيء صعب. أنا محتاجة أشغل الفلاتر، أخذ 5 ثواني قبل لا أتكلم، أحط لي قدوة اللي هو الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وعندي قرآن وعندي لهجة كويتية ثرية جدا جدا، بس يعني مو محتاج أني أصرف بالمرة، كل اللي أنا كل العناصر موجودة، كله موجود. تمام. يعطيك العافية على التواصل معنا بهذه الفقرة، بأول بداية جميلة، ودائما نستفيد على المستوى الشخصي من هذه يعني المفاهيم اللي فعلا المجتمع محتاجها وتطور بعض العلاقات الاجتماعية. وإذا كان هناك خلاف ممكن باتباعنا لهذه المهارات اللي تكلمتي عنها ممكن أن نتفادى الكثير والكثير من المشاكل. الكلمة الأخيرة اللي توجهينها للسادة المشاهدين. التواصل شيء جميل، والأجمل أن أنا أحافظ على العلاقات الاجتماعية. التواصل مطلوب، دائما أقول الأصم والأبكم أيضا للغة التواصل، ولغة التواصل ما بيننا وما بين رب العالمين هي الصلاة، وفي أكثر الظروف إحنا محتاجين نتواصل اللي هي بصلاتنا، يعني لو يقول لك صلي حتى برموش عيونك فما بالك ما بيننا وبين الناس. التواصل وهو أساس استمرار الحياة البشرية. كل الشكر والتقدير لك. الله يخليك، يعطيك العافيه على هذه الفقره اللي كلها اتيكيت. شكرا وكانت لك. فيها العديد من المهارات، وكذلك الشكر موصول للساده المشاهدين اللي تابعوا الفقره الاولى. عندنا ايضا بعض الفقرات المهمه، ولكن نشكر ضيفتنا اللي حرصت على التواصل معنا الاستاذه وفاء جواد الشطي، مدرب متخصص في فن واتيكيت التواصل والبروتوكول الدولي. راح اروح فاصل ارجع اتواصل معكم مره ثانيه.